بالشباب، دفاع هش، وسط ضعيف، هجوم متوفي دماغيا، دكة خاوية على عروشها بهذا الشكل لا يمكن للفريق أن يجلب بطولة. هذا مو كلام ماجد التويجي، هذا كلام واحد من أهم الرموز الكروية اللي مرت على الفريق الشبابي اللي هو عبد الرحمن الرومي. بالتأكيد يتحدث بحرقة عن فريقه، وأعرف عبد الرحمن ويمكن أبو عبد العزيز يعرفها زي ما أعرفها، عاشق، كلنا نعرفه، ما عنده حسابات، عاشق، يحب الشباب، ويحب يحب الشباب، ما عنده حسابات مع الإدارات. تغيرت الإدارات وبقي هو ثابت في حبه للشباب وتشجيعه للشباب. أنا أكثر اثنين يعني يقنعوني عندما يتحدثون عن الفريق الشبابي أبو عبد العزيز، الله يسلمك، أوكي، بصراحة من زمان يقنعني، وأيضا عبد الرحمن الرومي. عبد الرحمن دائما إذا فاز الشباب ولا انهزم أروح أدور وراء تغريداته، أوكي. أبو عبد العزيز كنت أقول في البداية في أول جولات، والشباب في 8 جولات الأولى كان مبدع ويفوز، كنت أقول كان يحس أنه متحامل شوي، كان يحس أنه يعني قاسي على المدرب، قاسي على الإدارة، قاسي على اللاعبين. ومع الوقت أثبتت نظريات ورأي أحمد العقيل بأنه هو الصح وإحنا كنا غلط. صحيح أني كنت أقول ورددتها في أكثر من مرة، أني أقول يا خالد البلطان ترى النقص الوحيد في فترة الانتقالات الشتوية إذا تكمل الأجانب جيب ستوبر، جيب متوسط دفاع صاحي أجنبي على مستوى يسند تومبكتي، هذا اللاعب الشاب، اللاعب النجم. بالنسبة أنا أقول للوحدة والعدالة لو ظهروا، بالذات العدالة الشوط الثاني، الوحدة والعدالة لو ظهروا في المباريات المتبقية أمام الفرق المتبقية لهم بنفس المستوى اللي ظهر فيه الوحدة أمام الهلال، وبنفس المستوى اللي ظهر فيه العدالة اليوم في الشوط الثاني أمام الشباب، صدقني يا عبد الله لن يكونوا في دائرة الخطر على الهبوط إطلاقاً.